ان اسماعيل عثمان هيبقى مرشح رئيسا للنقابة، وبعدين قالوا لا. فكلمت حد اعرفه كويس متصل يعني، قلت له ايه اللي حصل، انتوا مش اخترتوا اسماعيل عثمان وبعدين شلتوه؟ دي اهانه للراجل. قال لي لا، ما هو المرشد اتكلم واعتذر. المرشد اتكلم واعتذر له. قلت له طب وايش دخل المرشد؟ قال لي لا، ما هو اختيار من سيساندهم الاخوان بيتم في مكتب الارشاد، وده بالطبع ليس 30 شارع رمسيس. هل نتخيل ان نقيب الاطباء ونقيب الصحفيين ونقيب المهندسين ونقيب المعلمين يطلع من مكتب واحد في مصر؟ ازاي؟ نحن وصلنا لمرحلة في منتهى الخطورة. احنا نرغب الان في وضع خطة محكمة حتى نتمكن من الفوز. الهدف هو الفوز بالاغلبية. لمين؟ للمهني. يجب ان تقوم النقابة مهنية لا سياسية ولا دينية. هذا هو الهدف. كيف يتم ذلك؟ عاوزة جلسات. يعني يجب ان ننظر الى تبات ضرب النار، مقاولين العرب مهندسينها، الري مهندسينها، المكاتب الاستشارية، المصانع الكبرى. لازم يكون هناك اتصال بالمجمعات التي يكثر فيها المهندسين.